وشوف الظروف التي يعاني منها المرتفقين. يا اللي ناسي اسمع يا اللي ناسي اسمع يا اللي ناسي واللي فوق فوق الكراسي واللي فوق فوق الكراسي واللي فوق فوق الكراسي واللي فوق فوق الكراسي تعودهم تعود مزيان تعودهم تعود مزيان تعودهم تعود مزيان تعودهم تعود مزيان وانت اللي في الصحة مصطفى زروال الكاتب الاقليمي النقابه المستقله الممرضين وتقنيه الصحه بساله وعضو التنسيق الثلاثي اللي كينظم هذه الوقفه اليوم التنسيق اللي كيتكون في دار الديمقراطيه الشغل والنقابه المستقله الممرضين وكذلك النقابه الوطنيه للصحه بالمغرب. هذه الوقفه اللي جات استجابه للبيان الاخير اللي اعلن على برنامج ديال ثلاث وقفات، الاولى كانت الاسبوع الفارط امام وزاره الصحه امام المستشفى الاقليمي واليوم امام المندوبيه وان شاء الله الاسبوع القادم امام وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بالرباط. هاد النضالات الطويله اللي كيقوم بها الاطر الصحيه والنقابات التنسيق الثلاثي داخل ساله ضد مجموعه من الاختلالات اللي كيعاني منها القطاع الصحي بساله جراء التدبير الارتجالي والانفرادي للمندوب الاقليمي اللي دام على راس المندوبيه ساله أزمنة خمس سنوات من الاختلالات اللي اصبحت عميقه جدا لدرجه اصبح من الضروري تدخل وزاره الصحه لحلها وتطبيق مبدا الاساسي ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه داخل القطاع. اليوم حنايا كنطالبوا وزاره الصحه انها تتدخل وان القطاع الصحي لم يعد يتحمل اكثر من التدبير الارتجالي لهذا المندوب الاقليمي لساله. مجموعه من الاختلالات اللي على راسها التدبير الارتجالي للمندوب ديال الموارد البشريه بالقطاع الصحي بساله حيث كيقوم بمجموعه من التنقيلات خارج المساطر القانونيه وكذلك كيقوم بتنقيلات داخل المؤسسات وكيعمق الخصائص وبعض المرات تهريب بعض الاطر الصحيه خارج ساله. هذا التهريب وهذه التنقيلات اللي كتاثر على السير العادي ديال المرافق الصحيه خصوصا السير ديال المصالح الاستعجاليه، كذلك غياب مجموعه من الادويه ومجموعه من المعدات الطبيه اللي كتعاني من 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 الاهتراء ديالها والغياب ديال الادويه اللي كيضطر المواطن انه يمشي يشريها من 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 خارج المستشفى. كذلك اليوم حنا كنطالبوا بوزاره الصحه انها كتطالب من المناديب والمدراء الجويه تطبيق المقاربه التشاركيه مع النقابات الاكثر تمثيليه. اليوم المندوب الاقليمي غيب هذه المقاربه التشاركيه مما ادى الى مجموعه من الاختلالات ومجموعه من تنزيل القرارات اللي كتتم بشكل عشوائي واللي كتخلي الاطر الصحيه والمصالح الصحيه في حاله تخبط دائم داخل القطاع الصحي بساله. السلام عليكم، كلثوم ابراهيم عضو المكتب الاقليمي للنقابه المستقله الممرضين وتقنيه الصحه بساله وعضو تنسيق نقابي اللي دعا لهذا الشكل الاحتجاجي اللي حنا بصدد تنفيذي. هذا الشكل الاحتجاج هو استمراريه للخطوات النضاليه اللي حنا كنقوموا بها منذ اشهر للتنديد بالاختلالات اللي جات نتيجه التدبير الارتجالي والانفرادي للمندوب وزاره الصحه بساله. هذه الاختلالات غيبت المقاربه التشاركيه وضربت بعرض الحائط المقترحات ديال الفرقاء الاجتماعيين والمندوب انفرد بالقرار. هذه الاختلالات راه كنعيشوها منذ سنوات وليس فقط اليوم. نتج عنها التدبير الانفرادي نتج عنه اعتراء المعدات دون اخذ الاعتبار بعين الاعتبار ذلك. نتج عنه اعتراء بعض المرافق يعني الصيانه ما كافياش ما كترقاش لذاك المستوى اللي خاص تكون فيه على مستوى المرافق الصحيه. كاين كذلك واحد النقص مهول في المعدات الصحيه اللازمه لتقديم العلاجات للمرضى حاليا. واذ نرحب بولوج واحد العدد من المصالح ديال مركز الشفاء الجامعي اللي ستقوم بتقويه العرض الصحي على مستوى سلا، فهي ايضا تصطدم بهذا الواقع ديال الاختلالات وديال النقص ديال المعدات واهتراء المرافق. وفي ظل استمرار هذا الشيء وطيله السنوات واذ اننا مستمرون في هذه الاشكال النضاليه وصلنا لمرحله ديال اننا نناشد وزير الصحه انه يتدخل من اجل ضخ دماء جديده في التدبير على مستوى مندوبيه وزاره الصحه ووضع حل ووضع حد لهذا التدبير الارتجالي والعشوائي للمندوب. فري عضو التنسيق النقابي المكون من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل المغرب والنقابة المستقلة للممرضين هنا بسالة. هذا التنسيق النقابي اليوم يعني نظم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الصحة بسالة اللي كتدخل في واحد المعركة نضالية نخوضها منذ أشهر. طبيعة الحال عندنا محطة نضالية قادمة أمام وزارة الصحة. اليوم جينا نحتج ضد الاختلالات التي عرفها قطاع الصحة والتي عمرت لسنوات والتي كانت موضوع يعني أسئلة برلمانية للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك التقارير اللي جا المفتشيين وقفت على مجموعة من الاختلالات
في عده مناسبات دون ان تجد طريقه هذه الاختلالات نحو التصحيح. كذلك جينا نحتجوا اليوم يعني بعد ما اخذنا العديد والعشرات من الوقفات والاعتصامات هنا بسلا في قطاع الصحه ليعني نحتج ضد الاختلالات التي يعني اصلها هو غياب الحكامه وسوء تدبير. هذا سوء تدبير يعني يؤثر على مجموعه من النقاط ابرزها الموارد البشريه. هناك واحد سوء تدبير الموارد البشريه هنا بسلا الذي يفاقم الخصائص الذي اصلا تعاني منه يعني عماله سلا بالنسبه للاطر الصحيه. هذا سوء تدبير يعني يتجلى في واحد التمييز واحد يعني التباين في توزيع الموارد البشريه ما بين المؤسسات الصحيه كيجعل العديد منها تعاني يعني من خصائص مهمه يؤثر اولا على ظروف الاشتغال اللي كتصبحات مزريه بالنسبه للاطر بسبب كثره الاعباء وكذلك على جوده الخدمات المقدمه للمواطن السلاوي. كذلك على مستوى يعني مستشفى مولاي عبد الله اكبر مؤسسه صحيه هنا بسلا التي يعني لم تخرج من مستنقع الاختلالات بمجرد يعني ان يعرفها القاسي والدني مجرد وجود هذه المؤسسه هناك اختلالات على مستوى يعني في تدبير يعني الدخول والخروج الى هذه المؤسسه. هناك فوضى يعني في تدبير الدخول والخروج للمؤسسه. كذلك هناك تواجد لدخلاء داخل المؤسسه يزاولون مهام اللي هي مهام يعني ديال الاطر الطبيه والاطر التمريضيه وهذا يؤدي لصحه المواطن وبطبيعه الحال خص وضع حد يعني مستعجل لهذه المساله هذه. كذلك هناك مشكل على مستوى يعني نقل المرضى داخل المستشفى. كنلاحظوا كيفاش العائلات ديال المرضى هي اللي كتكلف بهذه العمليه يعني في واحد العشوائيه لهذه المساله هذه. كذلك هناك يعني مشكل ديال قرارات اللي صدرها مؤخرا المندوب الاقليمي. هذه القرارات هذه اللي كانت يعني تجلت يعني في سحب العشرات من الاطر الصحيه من هذه المؤسسه اللي اصلا كتعاني من خصائص وهذا هدد مجموعه من المصالح وهدد استمراريه الخدمات الاستعجاليه وخلى الاطر المتبقيه داخل هذه المصالح اللي عندها طبيعه استعجاليه خلاها تعيش يعني في واحد الاوضاع ديال الاشتغال مزريه في ظل الخصائص اللي ولاه مهمل. بطبيعه الحال هذا الشيء كياثر على جوده الخدمات كما قلنا المقدمه للمواطن يعني بهذه المؤسسه الصحيه. كذلك جينا نحتجوا على تغييب المقاربه التشاركيه من لدن المندوب الاقليمي اللي بطبيعه الحال يعني السمه الغالبه على التدبير ديالو هنا في قطاع الصحه. مثلا على سبيل المثال الحصر مؤخرا كان عمليه ديال نقل مجموعه من المصالح من المستشفى الجامعي بطبيعه الحال لانه كاين تما عمليه ديال اعاده البناء ديالو. هذه المصالح جات للمستشفى مولاي عبد الله. هذه العمليه ديال النقل المندوب الاقليمي ما كلفش نفسه ولا عقد ولا اجتماع واحد مع الفرقاء الاجتماعي في حين ان اداره المستشفى الجامعي عقدت العشرات من الاجتماعات مع الفرقاء تما. بطبيعه الحال هذه المساله هذه تغييب المقاربه التشاركيه خلى مجموعه من المشاكل يعني تكون في هذه العمليه ديال النقل اللي مازال مستمر لحد الان وكان يمكن تجنب ديالها لو انه تم تفعيل الحوار. ولكن بطبيعه الحال تغييب المقاربه التشاركيه كصبغه عامه للتدبير هنا في سلا تؤثر على بطبيعه الحال على مجموعه من القضايا وعلى التدبير العام ديال القطاع الصحه. اليوم نطالب من السيد وزير الصحه يعني ونستنكر ونتساءل لماذا سياسه الاذن الصماء يعني طيله اشهر ديال الاحتجاج وهذه الاختلالات اللي يعني قاس جميع المؤسسات الصحيه ولكن مازال السيد وزير الصحه ينهى سياسه الاذن الصماء. هناك رهان على انجاح ورش الحمايه الاجتماعيه ولكن نتساءل كيف يمكن ان ينجح ورش الحمايه الاجتماعيه اللي هو ورش كبير ورهانات عليه كثيره بطبيعه الحال كيف يمكنه ينجح في ظل يعني غياب الحكمه وفي سوء تدبير اللي كاين عندنا هنا في قطاع الصحه بسلا. وبالتالي نطالب السيد وزير الصحه بالتدخل بشكل مستعجل. عندنا وقفه يعني الا استمر الوضع على ما هو عليه عندنا وقفه امام وزاره الصحه مقر وزاره الصحه بالرباط ان شاء الله في 10 اكتوبر وبالتالي نحن نطالب السيد وزير الصحه بالتدخل بشكل مستعجل من اجل وضع حد لهذه الاختلالات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.